يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعدت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع،
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم أشد منهم بطشا فننقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.
حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا طوبى. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، the Messenger عليه الصلاة والسلام, one Friday he went and he ascended the pulpit, the minbar, and he recited on the minbar of Jumu'ah Surah Qaf, just like I did now. This great surah, it has a powerful message that if one comprehends and leaves Jumu'ah with it, his life will be rectified. Allahu Jalla wa Ala, he starts up Surah Qaf by reminding us of his blessings, and that's how he created us, and that we were created for his purpose. And then after us, he told us that about the people who denied his blessings and his favors, and where they ended up. And then Allahu Azza wa Jalla, he reminds us of ourselves. Allahu Azza wa Jalla, he created us, and he knows that everything we are doing, he's aware of everything that we are doing. He's closer to us than our jugular vein. And that every single word that we utter, they are angels that are writing it down. And then Allahu Azza wa Jalla reminded us of the reality that we will die. That death will come. You shall die. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. It came on truth. That's what you are avoiding. And then Allahu Azza wa Jalla reminded us and informed us of يوم القيامة. What will happen? That every single one of us will come and his companion will be with him. He will speak and Allah Azza wa Jalla will make it clear that no one shall be oppressed from this day. Only justice. Everyone shall get what they deserve. Jannah or Naam. Paradise or the hellfire. And then Allah Azza wa Jalla tells us that next day, he will say to the hellfire, are you full? Are you content? And the hellfire will say, are there more? Are there more to come in? It's not full, it's once more. Because the hellfire wants to punish those who disobeyed Allah Azza wa Jal, who angered Allah Azza wa Jal. Those that were told not to do something, but rather they ignored it, and they acted upon it, and angered Allah Azza wa Jal. The hellfire wants to get revenge. He says, are they more? And then Allah Azza wa Jal tells us about the pious, righteous servants of Allah Azza wa Jal, that the Jannah will be more close to them. And it will be said to them, this is what you are promised. This is the promise of Allah Azza wa Jal. And they will have in there whatever they like and whatever they desire. And then Allah Azza wa Jal, at the end of the surah, he advised us on what we must do in order to achieve that. First of all, verily, and that is a reminder, all of whom you mentioned this surah, for the one who has a heart that is present, a heart that's alive, a heart that is clean from sins, and the one who listens whilst he's present, his mind is present. Allah Jalla wa Ala, he tells us that the practical steps are one steps that one requires in order to achieve that. The one is patience. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْغُرُوبِ. Be patient. Patience. Ibn Qayyim rahimahullah jalla wa ala, and the ulama that tells us patience, it is three times.
الصبر على طاعة الله, patience upon the obedience of Allah عز وجل, والصبر عن معاصي الله, and patience from disobeying Allah عز وجل. To obey Allah عز وجل, you require patience. To wake up for Salat al-Fajr, you require patience. To come to Salat al-Jum'ah early, you require patience. To listen to the khutbah, you require patience. To abstain from the disobedience of Allah عز وجل, you require patience. والصبر على أقدار الله المؤلمة, and patience upon the painful decree of Allah عز وجل. The Messenger عليه الصلاة والسلام, one day he came past woman, he saw her wailing, crying, and screaming, and he asked what happened to her, and he was told that her son had passed away, had died, and that's why she was acting that way. And then he went to her صلى الله عليه وسلم, and he told her, O servant of Allah, be patient and seek your reward from Allah. And then she said to him, don't tell me to be patient. You haven't tasted or felt what I'm going through. So the Messenger عليه الصلاة والسلام just walked away and he left her. And then after she was informed, do you know who you were talking to? Did you know who you said that to? That was the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. How dare you speak to him like that? And from the humility of the Messenger عليه الصلاة والسلام, he walked away, he didn't tell her, he didn't say to her, do you know who you're talking to? And then after she was informed, she went right after the Messenger عليه الصلاة والسلام, and she said, Ya Rasulullah, I didn't know it was you. الآن أصبر, now I'll be patient. And then he told her عليه الصلاة والسلام, إنما الصبر عند الصدمة الأولى, that patience is when the first calamity strikes. These are the three types of patience. One requires patience in order to achieve that lofty status. Number two, that he glorifies Allah Azza wa Jal and his consistence upon ibadah, following up a good deed with another. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, that you glorify Allah Azza wa Jal day and night after every deed. You're in constant ibadah, worship. And the other matter that one requires, I constantly requires to remember al-akhirah and death, that you will leave this world. Because that will make one work hard for it and earn it. That he shall be resurrected and he shall be rewarded or punished for what he has done in this world. And then Allah Azza wa Jal, he tells us, and he tells the Messenger عليه الصلاة والسلام, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ بَعِيدٍ. A reminder of the Qur'an, the one who fears the punishment and what they be promised. This great surah, I advise every single one of us to read the meaning of it, to ponder upon it, to reflect upon it. Because Allah Azza wa Jalla, He wrote the Qur'an in order for us to reflect upon it and that we act upon it. And the Messenger alayhi salatu wasalam, he did not choose this surah from all the surah of the Qur'an except for a reason. Because of the maw'idah that's in it, the reminder that's in this surah, the great reminder. It gives you all the stages that you require from beginning to end, from where you started and to where you will end up. And the steps that you need to take in order to end up in the right place. I ask Allah Azza wa Jal to make us from those who attain paradise. I ask Allah Azza wa Jal to make us from those who reflect upon the Quran. I ask Allah Azza wa Jal to make us from Ahlul Quran. I ask Allah Jalla wa Ala to forgive our sins. I ask Allah Azza wa Jal to let us reach the blessed month of the Qur'an, Shahr Ramadan. I ask Allah Azza wa Jal to let us reach Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa iman. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا
إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك والتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله عز وجل commanded you in the fair that he started with himself and he made you second and he made the angel second and he made you third. And you have mu'minun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. And a quick reminder, that's the petition for the hall to be hired to get a lease. It is outside, so if you can please put your names and your contact details, inshallah ta'ala, so that we can support that here and get this phone to benefit the community, inshallah ta'ala. So please sign up the petition after salah.